السلام عليكم ورحمة الله، طاب صباحكم بالخير. هذه قراءة لما جاء لصحف الخرطوم الصادرة اليوم، بدءا بصحيفة الحداثة. رئيس البنك الدولي يسر الخرطوم في زيارة تاريخية. المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي يجدد دعم بلاده الحكومة الانتقالية بقيادتها المدنية. اتفاق مع البنك الدولي لتمويل 17 مشروعا بالسودان، ووصول 4000 لاجئ اثيوبي الى محليه باسندا بولايه الجدارد. بداخل صحيفه الحداثه، الحماس موجود. هل حان اوان النظر للمجال البصري في الخرطوم من منطلق ثقافي وجمالي؟ كل شيء لديه شروط، لماذا اصبح اعتماد مصفات الذهب السوداني في الامارات؟ وديسمبر لا تستلقي، مواكب الحكم المدني، زخم الثورة في خضم معارك الانتقال المستمرة. الأصم للحداثة، مواكب من داخل وخارج العاصمة لدعم التحول المدني. نواصل تقليب صفحاتها. تحاشي مكشوف، لماذا لا يتحدث العسكريون عن الاستحقاق المدني في رئاسة السياد؟ ودعم الحكم المدني، مجلس الأمن يدين بشدة محاولة تعطيل المرحلة الانتقالية في السودان بالقوة، ويوم تضامن مع السودان بالأمم المتحدة. بصفحة رؤى، المؤسسة العسكرية وتحديات الانتقال الديمقراطي وتداعيات المحاولة الانقلابية الفاشلة. صحيفة الحداثة، ومنها إلى صحيفة السوداني الدولي. حمدوك ومبعوث الرئيس الأمريكي يتفقان على توسيع قاعدة الانتقال المدني. الحصيلة 6 قتلى، خلية داعش ذبحت مواطنا أثناء فرارها. السودان يعتبر مواصلة بناء سد النهضة دون اتفاق تهديدا مباشرا. أما بداخل الخرطوم، تجيز تعديلات على موازنة العام 2021. وزير مجلس الوزراء يقف على الوضع الصحي بالبلاد. كباشي يلتقي برئيس بعثة يونيتاميس. والبرهان يسلم توت جلواك دعوة رسمية لرئيس دولة جنوب السودان لزيارة الخرطوم. صديق طاور يترأس اجتماع لجنة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. شمس الدين كباشي يؤكد الحرص على إنجاح الشراكة وفقا للمواثيق التي تحكمها. بصفحة تقارير، فلاشات الانتقالية، البحث عن فضيحة. أما بصفحة الاقتصاد، اليوم الثاني أسعار النفط تتراجع. منحة فرنسية لتأهيل 21,000 فدان بمشروع الجزيرة. وزير سابق للسودان الدولية، زيارة رئيس مجموعة البنك الدولي تعني أن للسودان دور كبير في الاقتصاد العالمي. وزير الري يبحث مع السفير الأسترالي سد النهضة والاستثمار. إلى الأخيرة، محجوب عروة يكتب إنهم ينسفون الاستثمار. عمر عشاري 100 يوم من العزلة. طاهر المعتصم، خذوا الحكمة من الشعبي. وإلى صحيفة الصيحة، حميتي وجولواك يتفقان على جدول لتنفيذ اتفاقية جبل السلام. محمد عصمت للصيحة، لا مكان للوطني ومن شاركه في الفترة الانتقالية. السودان يتعاقد مع شركات عالمية لصيانة وإنشاء طرق جديدة. وبداخل الصحيفة، الأمين داود للصيحة، مسار الشرق جمد حتى انعقاد المؤتمر التشاوري. تحقيق للصيحة يكشف عن هجرة الآلاف من طلاب الجامعات للخارج. أمريكا، المحاولات الانقلابية تهدف إلى وقف التطور في السودان. التنمية الاجتماعية تدعو المسجلين في ثمرات لاستلام مستحقاتهم اليوم. وتحذيرات من مآلات فض الشراكة مع المكون العسكري.
صفحة الاقتصاد يوم الزراعة العربي، مواجهة التحديات، اتفاقية بين التجارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتقارير الصيحة، داعش في الخرطوم، رصاصات صندوق ناقوس الخطر، توسيع الحاضنة ضرورة يدعو لها الجميع، وتجميد مسار الشرق، هل ينهي الأزمة أم يؤجج الصراع؟ تحقيق بصحيفة الصيحة عن هجرة الطلاب، غياب الدولة وفقدان الأمل. نواصل. الحوش الوسيع. قال إن الشعب السوداني ساهم في نهضة دولة الإمارات. المهندس طارق الحسني، السودان هي خصبة للاستثمار والإبداع في كل مجال. وبأبيض وأسود العاقل محمد حسن، غني الجمهورية. إلى الأخيرة، يكتب عبد الله مسار، الانتخابات المبكرة، صلاح الدين عوضة وهم للبيع، الغالي شقيفات شهداء جهاز الأمن، منى أبو زيد في المفارقة والدلالة. صيحة، وإلى صحيفة الوطن. القبض على زعيم خلية داعش بالخرطوم، و2 مليار دولار من البنك الدولي للسودان، ومؤتمر دولي لدعم الانتقال اليوم. اجتماع دولي رفيع المستوى بالأمم المتحدة لدعم الانتقال المدني الديمقراطي. وبداخل الصحيفة، وزير الطاقة مخزون الوقود كافي والوضع مستقر تماما. الأمين العام للسكان تطالب استراتيجية لإدارة الهجرة في السودان. الغرفة المركزية للقمح، المخزون يكفي البلاد لأكثر من شهر. أما تقارير الوطن بهذه الصفحة، خلافات الشركاء، السيناريوهات مرتقبة. وخبراء الأزمة الحقيقية في عقلية النخب السياسية، الانتخابات المبكرة أم سيناريو الفوضى والانهيار، ووساطة المجتمع الدولي، وسادة هوائية لحماية الانتقالية. اقتصاد الوطن، تنفيذ عدد مشروعات حصاد المياه بولايات السودان المختلفة. مدير الميناء الجنوبي يكشف عن خسارة الآلاف من الدولارات بسبب الإغلاق. أصحاب العمل ومؤسسة التمويل الدولية يبحثان تشجيع الاستثمارات بالسودان. المالية تؤكد على أهمية الدور الكبير لوكالات الأمم المتحدة بالسودان. وزير الصناعة، زيارة كوريا تهدف للتعاون في المجال الصناعي والاستثماري. الإمدادات الطبية تحتفل بيوم الصيدلة العالمي. الغرف التجارية تبحث تطوير علاقات التعاون مع قطاعات الأعمال الأندونيسية. صحيفة الوطن إلى آخرتها، يكتب عبد الملك النعيم أحمد، رب ضارة نافعة. والعميد دكتور الطاهر أبو هاجة، طريق الخلاص. إلى صحيفة التيار. محققون يكشفون معلومات خطيرة حول الخلية الإرهابية. التربية والتعليم تعلن اكتمال تصحيح الشهادة السودانية. الشيوعي السوداني يدعو لإقامة سلطة مدنية كاملة. وبالداخل، رئيس البنك الدولي، ملياري دولار للحد من الفقر بالسودان. الشرطة تضبط شبكة إجرامية أنشأت إدارة مرور خاصة لترخيص البوكو حرام. وبكوباية شاي، الخبير عبد العظيم الأموي في كوباية شاي حول فرصة الذهب. اقتصاد دبي يعتمد على 40% من الذهب السوداني. مع الأحداث، ما وراء الحرب الكلامية بين العسكر والمدنيين. يكتب عثمان مرغني، الأردن مع الحب ضد الكراهية. محمد وداع، تضيع الإمارات تدعو أم تضغط. دكتور عبد الله علي إبراهيم، مكي سيد أحمد، يا موز الجنينة يا حسن. وبرياضة التيار، مهاجم الهلال الغربال يتصدر قائمة هدافي العرب. اتحاد الكرة يحرم سودكال من التسجيلات. المنتخب الوطني يعسكر قبل السفر للمغرب. إلى صحيفة أخبار اليوم.
الحزب الشيوعي يسلم مذكرة لوالي الخرطوم وينظم مسيرة للمطالبة بفض الشراكة مع العسكر. ويكتب عاصم البلالة طيب من داخل منزل تيجان السيسي: رحمة يا عزيزي كلنا فلول. بداخل الصحيفة: الصحة 20 حالة مؤكدة بكورونا وحالة وفاة واحدة و157 حالة نشطة. انخفاض منسوب النيل الأزرق. إلى آخرتها، يكتب محمد عبد القادر: محكمة التريلونات فساد العملة والمرابحات السورية. مصطفى أبو العزايم: إليكم جميعا قبل أن تذهب ريحكم. وموضح: يوما ما سيكتب التاريخ من أوفى ومن خان، من اشترى ومن باع. صلاح حبيب: بلد هامل ما عنده وجيع. أخبار اليوم ومنها إلى السوداني. القبض على زعيم الخليل الإرهابية والسوداني تورد أسماء أبرز الدواعش. المبعوث الأمريكي يحذر من إيقاف دعم الكونغرس عن السودان. تجمع المهنيين يدعو للخروج في مواكب الحكم المدني اليوم. بداخل الصحيفة: تقارير السوداني الإرهاب في زمن الانتقالية، ضعف جهاز المناعة. نواصل. وأيضا تقرير: الجوكر الهكر الذي تحول لأخطر ضابط مخابرات، وداعش في الخرطوم صافرة إنذار مبكرة. الليلة الموكب: حماية الدولة المدنية تحدي الجماهير. ورئيس المجلس الأعلى لمباراة البجة سيد محمد الأمين ترك إعلان دولة الشرق بعد 10 أيام إذا لم تستجب الحكومة لمطالبنا. يكتب بكر المدني الأيام الحاسمة انقلاب حمدوك. خالد تيجاني النور: غابت القيادة فتحول الانتقال إلى ملهى. دكتور عبد اللطيف البوني: زواج كاثوليكي. السوداني ومنها إلى صحيفة الانتباه. تصنيف أمني: 45 إرهابيا أجنبيا بالخرطوم. القبض على قائد وممول خلايا داعش بمدرمان. وبالداخل: مع الأحداث، القبض على قائد الخلايا الإرهابية ومولها ومطلوب دوليا. الزعيم يقطن في أرياف جنوب مدرمان ومن أخطر تجار البشر. ومع الحدث بهذه الصفحة: دواعش تحت مرمى المخابرات. حوادث وقضايا: ينسق مع عصابات سرقة السيارات بالولايات. توقيف الزعيم الرئيس لأخطر شبكة تزوير في السودان. حدث وحديث: القيادي بمركز الحرية والتغيير أحمد حضرة: لا يوجد اتجاه أو مشاورات لحل الحكومة أو تغيير الوزراء. يكتب إسحاق أحمد فضل: الأولى والثانية أحمد يوسف التاي: المجموعة الإقصائية. وبصفحة الرياضة: الاتحاد السعودي يعلن جاهزيته لاستضافة مباريات الأندية السودانية. الوطنيون في تحدي صعب لقيادة الهلال في البطولة الإفريقية. وتأجيل نهائي كأس السودان إلى بداية الموسم. إلى صحيفة الوفاق: 320 ألف طن متر استهلاك السودان من الوقود شهريا. إغلاق طرق نهر النيل وبرطم يقول: التصعيد سيمتد إلى سد مروي. مصدر: المكون المدني يتسلم رئاسة المجلس السيادي في 17 نوفمبر. المفوضية القومية لحقوق الإنسان تطالب بتعديل القانون الجنائي. بداخل الصحيفة: التربية الخاصة واليونسكو ودشنان برنامج غرف المصادر لتنفيذ مشروع التعليم الدامج. الوفاق الاقتصادي:
الموارد المعدنية بالشمالية تشرح في تنفيذ توصيات مجلس تنسيق التعدين. تراجع توزيع الدقيق المدعوم لنسبة 25%. صحيفة الوفاق، ما زلنا نقلب صفحاتها. بأخيرتها يكتب محمد قسمسي، تفضل مولى، مواقف في ذاكرة التاريخ. حيدر أحمد، ما يحدث في المحاكم يا رئيس. إلى آخر الصحف قراءة صحيفة الجريدة. قاسم بالسبت دعما للفلول. اللجنة التسييرية بمشاريع الجزيرة والرهد وحلفة ترفض تعيين وزير التجارة مديرا لشركة الأقطان. مزارع المتمة وقود الزراعة المدعوم يهرب ويستغل لأغراض أخرى. وبالداخل صفحة التقارير، بعد ظهور الرهاصات بتجميده مسار الشرق، هل استخدم ترك كرت النفط ضد الحكومة؟ أحداث مذكرة الشيوعي لوالي الخرطوم، في حال عجزتم عن تحقيقها إما أن تتنحوا أو تنحوا عبر الجماهير. بالصفحات الاقتصادية، المال يقيد أمنية الشباب في العمل الزراعي والإنتاج. قطاع الكهرباء، البحث عن حلول. يكتب الفاتح جبرة، برضو حمده في بطنه. طه مدثر، حميتي بكلس يهدد ويلوح. دكتور عبد اللطيف، محمد سعيد بكراوي ولعنة البيان الأول المخلوع. نجيب أبو أحمد، عسكر السياد، الحصة وطن والثورة مستمرة. وبالأخيرة حيدر المكاشفي، مسار يستعيد اللغة، لغة صرفت لها بركاوي. زهير السراج، الخلية الإرهابية. هكذا قرأنا بعض أبرز العناوين بصحف الخرطوم الصادرة اليوم. شكرا للمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.